خدكم بقى للكره الحلوه وتعالوا نروح لليورو اللي سخنت. والحقيقه يمكن مفاجات بتتوالى، يعني طبعا يعني هي بالنسبه لي مش مفاجاه، واحنا في حلقه الاربعاء هنا في السادسه اتكلمنا على ايطاليا بصفتها حامل اللقب وبصفتها واحد من كبار القوم وعليه القوم في اوروبا. ايطاليا بطل عالم مش مره ولا اتنين، وبطل اوروبا، وبطل اوروبا في النسخه الاخيره، يعني بتلعب البطوله دي وهي حامل اللقب. لكن لا، في فارق كبير جدا، واضح انه ايطاليا مش عارفه. وانا في كل المناسبات دايما مع كل خروج لايطاليا من تصفيات كاس العالم او مع خروج زي اللي حصل ده قدام سويسرا، طبعا ايطاليا خرجت من سويسرا للي ما يعرفش امبارح في بطوله امم اوروبا بخسارتها قدام سويسرا 2-0، وهي مفاجاه لانه سويسرا طبعا منتخب محترم جدا. دي نتائج ماتشات امبارح، سويسرا كسبت ايطاليا بنتيجه 2-0 اداء ونتيجه، يعني مش بس سويسرا اللي ممكن كانت التوقعات قبل الماتش حتى ومستوى ايطاليا مش احسن حاجه، الناس كلها تتوقع ان ايطاليا تقدر ترجع تقدر تكسب، خصوصا انها بتقابل سويسرا يعني، وسويسرا الحقيقه يعني مش المانيا، مش بلجيكا، مش فرنسا، مش هولندا، مش انجلترا، لكن سويسرا قدمت مباراه قويه جدا جدا وقدرت تكسب ايطاليا بنتيجه 2-0. وهراجع مع حضراتكم النهارده الصحافه الايطاليه غطت ده ازاي، لانه في شبه كبير جدا لما تقرا عناوين الصحف الايطاليه المهمه النهارده بين حاله ايطاليا في السنوات الاخيره وحاله مصر، مش عارف ايه القصه. اما المباراه الثانيه فكانت طبعا تاهل اصحاب الارض والجمهور المانيا على حساب الدنمارك، اللي بيتهيألي طبعا يعني المنتخب الالماني واحد من اقوى المنتخبات، لكن انا اعتقد انه الدنمارك امبارح يعني مش عايز اقول اتظلمت، لكن يعني كان في حال انا كنت متعاطف معاهم الحقيقه، خصوصا في الهدف اللي ما اتحسبش. يعني في النهايه المباراه انتهت لصالح المانيا بنتيجه 2-0 وتاهلت المانيا وتاهلت سويسرا. وتعالوا نشوف ماتشات النهارده، عندنا مواجهتين، انجلترا في مواجهه سلوفاكيا هتبقى المباراه الساعه 7 بتوقيتنا هنا في القاهره، وجورجيا في مواجهه اسبانيا الساعه 10 بتوقيتنا ايضا في القاهره. نروح لنتائج كوبا امريكا ونجم الجوله لاوتارو مارتينيز، طبعا اللي كان نجم الارجنتين في مواجهتها امام بيرو اللي كانت اكثر من خصم، كان في يعني تقدر تقول بيرو امبارح كانت خصم عنيد قدام الارجنتين. ارجنتينا اللي كسبت بيرو بنتيجه 2-0، سجلهم الاثنين بالمناسبه لاوتارو مارتينيز، وكان واحد من نجوم المباراه في مباراه شاهدها ميسي من على مقاعد البدلاء. كندا واحده برضو من مفاجات البطوله السنه دي، كندا قدرت انها تتعادل مع تشيلي، وبالتعادل ده تاهلت كندا. وتعالوا نشوف ترتيب المجموعه. ترتيب المجموعه ايه في كوبا امريكا؟ ارجنتينا او الارجنتين في المركز الاول بالعلامه الكامله 9 نقاط، ثم كندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وشيلي في المركز الثالث برصيد نقطتين، ثم بيرو في المركز الاخير بنقطه واحده. ولما اقول لك كندا مفاجاه، مفاجاه طبعا لانها تاهلت على حساب تشيلي، وبالاسماء وبالتاريخ تشيلي واحده من الدول كرويا يعني تعتبر كبيره جدا في الكوبا امريكا، وبالتالي تاهل كندا على حساب تشيلي واحده من مفاجات البطوله. ماتشات فجر بكره ان شاء الله، هيكون عندنا جامايكا في مواجهه فنزويلا والمكسيك في مواجهه الاكوادور. فاصل وندخل في تفاصيل حلقتنا ونتابع معاكم تحضيرات الاهلي لمواجهه الجيش بكره ان شاء الله مباراه الاثنين.